مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فرصة. ولدينا في العناوين: جامعة ميامي الأمريكية تعلن منحا دراسية ممولة بالكامل للعام 2025. وفي ملف حلقتنا نناقش الحراك الطلابي العالمي ودوره في التضامن مع القضية الفلسطينية. انطلاق معرض وظائف حضرموت بنسخته الثالثة في مدينة المقلة. من جديد أهلا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن منحة جامعة ميامي الأمريكية للعام 2025. جامعة ميامي الأمريكية ممولة بالكامل لمرحلة البكالوريوس، وتستهدف الطلبة الأجانب في العديد من دول العالم وتشمل الطلبة اليمنيين. التقديم على هذه المنحة متاح إلى يومنا هذا وينتهي في الأول من نوفمبر القادم. في المادة التالية نعرض تفاصيل المنحة ومميزاتها وشروط القبول والتسجيل. وللاطلاع أكثر على تفاصيل المنحة يمكنكم قراءة الكود في نهاية المادة، كما سنضع رابط التقديم أسفل هذه الحلقة. نتابع. بعد التعرف على شروط القبول في منحة جامعة ميامي الأمريكية، نقدم في هذه المادة شرحا توضيحيا لطريقة التقديم على المنحة، نتعرف من خلاله إلى طريقة التسجيل، فإليكم التفاصيل. للتسجيل على منحة جامعة ميامي الأمريكية الممولة بالكامل للعام 2025، نقوم بفتح الرابط الخاص بالتقديم على المنحة. ومن الصفحة الرئيسية لموقع المنحة يمكننا الاطلاع على أهم المعلومات الأساسية للتقديم على المنحة. ومن أجل التقديم نفتح الصفحة الخاصة بالتقديم على المنحة. سنلاحظ أن التقديم على المنح يمر بخمس مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تقدم المنحة فيها نصائح من أجل التقديم بشكل صحيح. ننتقل بعدها إلى المرحلة الثالثة، سنلاحظ أنها تحتوي على العديد من الخطوات، وفي هذه المرحلة تتم فيها إضافة المعلومات الشخصية ومعلومات العائلة، بالإضافة إلى بيانات الثانوية العامة وغيرها من المعلومات الأخرى. المرحلة الرابعة خاصة باختيار الجامعة، ونختار من القائمة جامعة ميامي. المرحلة الخامسة خاصة بالمساعدات المالية وتفاصيل المنح الدراسية.
بعدها نعود إلى المرحلة الثانية ويتم فيها اختيار الكلية المراد الالتحاق بها، حظا موفقا لجميع المتقدمين. شكلت عملية طوفان الأقصى نقطة تحول كبيرة في القضية الفلسطينية وعلى صعيد المنطقة برمتها، ومعها دشن فصل جديد من النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في ارتكاب الجرائم بحق الأبرياء. تجاوز صدى 7 أكتوبر الحدود الفلسطينية، ما أدى إلى اندلاع مظاهرة طلابية عارمة في جامعات حول العالم بشكل عام دعما لغزة في مواجهة العدوان. الطلبة في الجامعات اليمنية كان لهم دور مهم في نصرة القضية الفلسطينية، عبروا من خلالها عن تضامنهم الكامل مع فلسطين وقضيتها العادلة. في ملف حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على الحراك الطلابي العالمي ودوره في التضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال. نتابع. مثل 7 أكتوبر مرحلة فارقة من مراحل النضال الفلسطيني، وكان بمثابة شرارة لإعلان فصل جديد من الكفاح ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي توسعت انتهاكاته لتشمل الأبرياء في لبنان بعد قصفه لأطفال ونساء غزة. تجاوز طوفان الأقصى الحدود الجغرافية لفلسطين ليشمل عدة عواصم عالمية، وشهدت معه الجامعات حول العالم هبة طلابية عارمة لنصرة القضية الفلسطينية ودعم غزة في وجه العدوان الإسرائيلي. الحراك الطلابي المتضامن مع القضية الفلسطينية بدأت شرارته من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الأمريكية، وسرعان ما انتقلت المظاهرات إلى مئات الجامعات في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى إنجلترا وإسبانيا واليابان وغيرها من الدول في محاولة لتشكيل موجة من التضامن الطلابي غير المسبوقة. المؤسسات التعليمية في أوروبا والغرب للتعاون مع الأنظمة حاولت قمع الاحتجاجات الطلابية، إلا أن إيمان الطلاب بالقضية الفلسطينية دفعهم إلى الاستمرار في النضال من أجل حقوق الفلسطينيين. Free Free Palestine كانت العبارة الأشهر التي هتفت بها حناجر الطلاب في المظاهرات الحاشدة للتعبير عن رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وتنديدا بالعدوان المتواصل على الأبرياء من الأطفال والنساء. في اليمن، ومن الأيام الأولى لقصف العدوان الإسرائيلي قطاع غزة، خرج شباب اليمن في جميع الجامعات بوقفات احتجاجية وتضامنية مع أهالي غزة مستنكرين جرائم الاحتلال ضد النساء والأطفال العزل. وحدت القضية الفلسطينية أحرار العالم وكشفت معها الشعارات الكاذبة للإنسانية التي يتغنى بها الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، ومعها ينشأ جيل جديد لن ينسى قضايا الأمة رغم ما تعانيه بلادنا العربية على الصعيد الداخلي من استمرار في الحروب والصراعات. للحديث أكثر عن الحراك الطلابي العالمي ودوره في التضامن مع القضية الفلسطينية تنضم إلينا عبر الزوم الباحثة في الشأن الفلسطيني والاتصال السياسي الدكتورة رانيا نصر. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج فرصة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. يعني يمر عام على 7 أكتوبر وذكرى يعني الاحتلال الإسرائيلي السافر على قطاع غزة وفلسطين بشكل عام، كيف أثر الحراك الطلابي في سير الأحداث المستمرة في قطاع غزة وفلسطين أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يمر فعلا هذه الأيام عام على الطوفان، هذا الطوفان المبارك الذي انطلق دفاعا عن المقدسات. نكرر دائما أسباب انطلاق هذا الطوفان، حيث هناك روايات كثيرة تشكك في هذا الطوفان، لكن نقول أنه ما انطلق إلا للدفاع عن المقدسات وعن الحرائر وعن الحقوق
هذا الحراك الذي يعني هذا الطوفان الذي وجد له أثر وصدى في الدول الغربية، كان سبب هذا الحراك بالدرجة الأولى رؤية الظلم الواقع على الشعب الغزي، ويعني أكثر من 70% ذكرت الإحصائيات أن أكثر من 70% من عدد الشهداء والذين سقطوا في هذه ارتقوا في هذه المعركة هم من النساء ومن الأطفال. فهذا الظلم أثر على هذه الشعوب التي تؤمن بالديمقراطية وبالحرية وبحقوق الإنسان وبالإنسانية. كذلك عدم اتخاذ مواقف قوية وجريئة وصريحة من حكومات الغرب أدى إلى هذا الحراك لدى الشباب. أيضا المواقف الدولية الباردة التي لم تحرك ساكنا وكانت دائما متحيزة مع الكيان الصهيوني، ويعني سقطت هذه الشعارات في وجدان هذا الشباب الذي لطالما خدع بهذه الشعارات. نعم. فهذا السبب الحقيقي الذي أدى إلى التحرك الطلابي في الجامعات الغربية وأحدث يعني تأثير كبير على المستوى العالمي. أيضا ماذا عن إقامة فعاليات وأنشطة ثقافية متعلقة بفلسطين لتعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية حول العالم؟ يعني شيء يسعدنا جميعا أنه نرى هذا التفاعل الحقيقي بين شعوب الأمة وبين القضية الفلسطينية والشعب الغزي، خاصة الحراكات لم تتوقف منذ عام. يعني مقابل ما يبذله الشعب الغزي ربما تكون هذه التضحيات أو هذه الفعاليات والمشاركات لا يعني تفي بالغرض مقابل من يقدم دمه وأبنائه وبيته وحياته كلها، لكن يعني هذا الحراك محمود ومطلوب، ويعني نطالب بالمزيد من هذه الحراكات التي تحرج هذا الكيان الصهيوني أمام المجتمع الدولي. وإن كانت الحكومات متحيزة لكن الشعوب قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية، ونقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. نعم. لكن في نفس الوقت يعني لا نبخس أو لا نقلل من هذه الفعاليات والأنشطة التي ترفع من الوعي بالقضية الفلسطينية والوعي بالحقوق والوعي بالمجتمع الغربي أو حكومات المجتمع الغربي التي تكشفت سوءتها أمام هذا الطوفان، وأنها مجتمعات يعني لا أقول الشعوب، هي المجتمعات المتحكم أو صانع القرار هم يعني عندهم ازدواجية في المعايير عندما يطالبون بالحقوق والحريات وحرية المرأة وما إلى ذلك، ويتم إغفالها في النطاق الغزي. فهنا عندما يعني يجد هذا الشباب ازدواجية المعايير في هذه الحكومات، يعني لذلك هذا أدى إلى دخول كثير من الشباب إلى الإسلام عندما وجدوا الحقيقة يعني أنهم منخدعون في هذه الأنظمة. نعم. التي أيضا يعني دكتورة رانيا، لربما للحراك الطلابي دور كبير في التأثير على السياسات المحلية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، فكيف أثر هذا الحراك الطلابي على هذه السياسات؟ وهل هناك أمثلة حية عن تغييرات معينة حول السياسات المحلية جراء هذا الحراك الطلابي الكبير حول العالم؟ نعم، أثرت الحراكات هذه الطلابية يعني، وأن نقول أنا أميز ما بين الأنظمة الشمولية والأنظمة الديمقراطية. عندنا في الشرق أو في الدول العربية أو في الدول الإسلامية بشكل عام أنظمتنا السياسية أنظمة شمولية، بمعنى أنها استبدادية ولا يوجد فيها مساحة من الحرية، هي قمعية. وإن كانت يعني فهذه الحركات مطلوبة حتى وإن كانت يعني هذه الدول أو من يتحكم في هذه الدول يعني لا يعطي الحريات للشعوب، لكن مطلوبة هذه الحريات، وشاهدنا هذا التأثير والتغيير. إنما في المجتمعات الغربية التي تتصف بأنها يعني مجتمعات ديمقراطية وتؤمن بالحرية وحقوق الإنسان، فكان الأثر ربما أكبر. شاهدنا مطالبات شباب بالجامعات، قطع العلاقات الأكاديمية مع جامعات الكيان الصهيوني، وأيضا طرد
بعض الأكاديميين من الجامعات، وهذا يعني يشكل إحراج كبير جدا لهم. نعم. وهذا أيضا يعني دكتورة رانيا نعي جدا حجم التحديات الذي يواجهها الحركة الطلابية اليوم حول العالم أثناء الاحتجاجات الطلابية التي يقومون بها لتعزيز الوعي بالقضية الفلسطينية. الشعب اليمني يقف إلى جانب فلسطين بشكل كبير، ربما تقام أسبوعيا يعني حملات واحتجاجات طلابية حول هذا الاعتداء السافر. كيف تقيمي دور الطلاب أو وقفة الطلاب في الجامعات اليمنية مع القضية الفلسطينية بشكل عام؟ يعني لطالما كانت اليمن وشعب اليمن في الداخل وفي الخارج يعني مع القضية الفلسطينية، وقلوبهم تلتهب يعني مع القضية ومع أحداث القضية عبر مر تاريخ القضية الفلسطينية، فنجد دائما الشعب اليمني متصدر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمناداة بحقوقهم، وهذا شيء يعني نفتخر به ونعتز به من الشعب اليمني. ويعني هو غير مقتصر حراكه في الداخل اليمني، نحن نجد هنا على مستوى اسطنبول حراكات تتقدمها يعني يتقدمها الشعب اليمني، عندنا في الصفوف نجدهم يعني كتف بكتف واقفون ويدافعون ومساندون عن هذه القضية الحقوقية الإنسانية العقدية والإسلامية أيضا. فنحن نثمن هذه الجهود ونباركها، وبارك الله يعني في شعب اليمن الشعب الحر، يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه. نسأل الله النصر لفلسطين ولقطاع غزة بشكل خاص، وهي رسالة أراد توجيهها الشعب اليمني للعالم بشكل عام حول هذه القضية التي يعني تتغلغل كل قلب يمني في هذا الإطار. أشكرك جزيل الشكر الدكتورة رانيا نصر، كنت معنا في برنامج فرصة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. في ظل تزايد نسبة البطالة في البلاد ووجود آلاف الخريجين من الجامعات الباحثين عن عمل، تسعى بعض المؤسسات المحلية تنظيم أنشطة تحاول الربط من خلالها بين الشركات التجارية والخدمية وبين الطلاب الخريجين الباحثين عن العمل. آخر تلك الجهود تنظيم مؤسسة حضرموت تنمية بشرية معرض حضرموت للوظائف بنسخته الثالثة في المكلا، والذي وفر أكثر من 100 وظيفة تجري عمليات المفاضلة عليها من قبل 250 متقدما. المزيد حول معرض حضرموت للوظائف بنسخته الثالثة في تقرير الزميل زكريا محمد، نشاهد. بعد سنوات دراسية في الجانب المهني يحاول محمد تقديم ما لديه من خبرات ومؤهلات لإحدى الشركات المحلية في معرض حضرموت للوظائف على أمل الحصول على فرصة عمل بعد 4 سنوات ظل يبحث فيها عن وظيفة تلائم مجال تخصصه. تخرجت 2018 و4 سنين حتى الآن عنا ما لقيت شيء وظيفة تحضنني وتقدر التعب الجهود والتعب اللي عشته. الحمد لله وجيت هنا في معرض وظائف حضرموت ان شاء الله الاقي تقدير واهتمام في المجال اللي درسته 5 سنوات. معرض حضرموت للوظائف بنسخته الثالثة بالمكلا المنظم من قبل مؤسسة حضرموت تنمية بشرية يحاول الربط بين الشركات التجارية والخدمية وبين الطلاب الخريجين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، إذ يوفر المعرض أكثر من 100 وظيفة تجري عمليات المفاضلة عليها من قبل 250 متقدما. المتقدمين حوالي 2500 بشكل أولي، تم اختيار منهم ما يقارب 250 متقدم، وهؤلاء 250 هم اليوم كما ترونهم في إجراء المقابلات الشخصية مع أرباب العمل. نتكلم نحن اليوم على 109 فرصة وظيفية مقدمة من 17 منشأة تعليمية وصحية وأكاديمية وكذلك هندسية وصناعية. أثرت الحرب الدائرة في البلاد على الوضع الاقتصادي وانتشار البطالة، وجعلت سوق العمل عاجزا عن استيعاب الخريجين في ظل عدم وجود مساع رسمية جادة لاحتواء الخريجين من الجامعات والمعاهد. بات شبح البطالة يلاحق فئة الشباب، حيث ارتفعت نسبتها إلى مستويات قياسية، مما جعل هؤلاء يتنافسون للحصول على فرص عمل
مناسبة. زكريا محمد، المكلا. إلى أخبارنا المنوعة، حيث نظمت جامعة إب وقفة تضامنية للتنديد بالجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني. ودعا بيان الوقفة جميع شعوب الأمة إلى الوقوف بشجاعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة منتجاتهم ورفض صنوف العمالة والتطبيع والارتزاق. أقامت جامعة المهرة بمختلف كلياتها فعاليات استقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي الجديد. وخلال اللقاءات ألقيت الكثير من الكلمات التي حثت الطلاب على الاهتمام بالتحصيل العلمي وتحقيق المراتب الأولى، بالإضافة إلى شرح اللوائح والأنظمة وأهمية الالتزام بحضور المحاضرات وغيرها من النصائح المهمة للطلاب الجدد. وتخلل حفل الاستقبال الطلاب الجدد العديد من الفقرات المتنوعة قدمها عدد من الطلبة. دشنت كلية الإعلام بجامعة عدن المقابلات الشخصية مع الطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد. وطلع نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب محمد العطاس بمعية عميد كلية الإعلام وهيب مهدي عزيبان على عملية سير المقابلات مع الطلاب البالغ عددهم 85 طالبا وطالبة، واستمع لعدد من الملاحظات والاستفسارات التي قدمها الطلاب وقاما بالرد عليها بشكل واف. وخلال التدشين ألقى نائب رئيس جامعة عدن لشؤون الطلاب كلمة توجيهية حث فيها جميع الطلاب على الجد والاجتهاد والمثابرة ومواكبة تطورات الإعلام الحديث ومتطلباته. إلى هنا مشاهدين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي فرصة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، في أمان الله.